طلعت يوسف فعلا مدير فني قدير ومحترم وراجل قد ايه يعني محب جدا لناديه. وعلى فكره انا معاملتي مع الكابتن طلعت يوسف مش هو مدير فني ولا رئيس نادي او احنا كمجلس اداره، عارف احنا بنعتبره واحد مننا، هو فعلا مننا يعني ابن النادي ولعب كتير للنادي يعني وان شاء الله يعني اللي انا شايفه ان هو يعني مركز جدا السنه دي ومركز على لعيبه، حتى هو كان قاعد جنبي في طياره على جاي النهارده وبيقول لي اللعيبه كلها يعني لعيبه فيها يعني حب وألفة غير عاديه. وحضرتك مهيب انت لا تتخيل امبارح درجه حراره توصل 50 درجه حراره امبارح في الكويت، واللعيبه يعني ادت اداء يعني كله رجوله وفعلا يعني بحماس غير عادي، والحمد لله نتيجه المباراه اثبتت ان هم يعني لعيبه على مستوى عالي. ولكن حتى التدعيمات اللي احنا عملناها متهيألي عنصرين بس اللي اشتركوا امبارح، كابتن عماد السيد واحمد رفعت واحتياطي كان نازل اسامه عزب، ولكن لا في لعيبه كتير جدا ما نزلوش لغايه دلوقتي زي هشام محمد واوكوي ولعيبه كلها على مستوى عالي جدا. اسلام جمال برضه ما لعبش يعني دي مين تاني بنعيني ويلسون لعيبه كتير جدا احمد رفعت لعب ما انا بقول لك من اللعيبه اللي لعبوا كانوا طيب. حاج محمد عايز اخدك في حته مهمه جدا، انا من ساعه ما وعيت على الكوره وعلى الرياضه في مصر كنت انت قدامي، كنت واحد من الناس والشخصيات المؤثره جدا في الجمعيات العموميه، ودايما كان ليك باع وليك راي، وكنا بنشوف في اجتماعاتك سواء مع حاج محمود الشامي في بلديه المحله في اسكندريه بتدعو للجمعيه العموميه وبتلموا الناس، يعني ليك قدر وليك كلمه في الجمعيه العموميه. في اي محفل من المحافل كنت بحضرها كان اسم الحاج محمد مصلحي كان اسم تقيل وليه راي والراي بيتاخد. حضرتك دلوقتي في زي ما بيقولوا لجنه مؤقته بتدير اتحاد الكوره، وانا ما بعتبرهاش لجنه مؤقته، بعتبره اتحاد كوره لمده معينه، وده الجواب اللي جه من الفيفا، وكان يعني قال ان ليهم صلاحيات ولغوا صلاحيات المجلس اللي فات، يعني ان هو ممكن يحط صلاحيات وممكن يكون عنده معايير لتغيير وتقليص حتى عدد الجمعيه العموميه القادمه. انا عايز كلمه من حضرتك لاتحاد الكره اللي هو لسه بيشتغل وبيتهاجم من اول دقيقه من قبل حتى ما يشتغل من كل الناس. انا حضرتك خدتني في حته فعلا مهمه، واحنا كناس كلنا يعني في السوق الرياضي اللي موجود دلوقتي. لا انا شايف فتره المهندس هاني ابو ريده، يعني المهندس ابو ريده صديق شخصي ومن الناس المحترمه انا بحبها جدا، كان ليه دور كبير جدا مع اتحاد الكوره، ولكن وصلنا لكاس العالم ليه امور كتير جدا ومجلس اداره اللي معاه طبعا عدى هذا المجلس. احنا مضطرين ان يكون في لجنه، ده اضطرار، انت مش مزاجك ولا بتختار، انت ما بتختارش لجنه، انت عندك نوع من الاضطرار ان يكون في لجنه موجوده. يعني الاستاذ عمرو جهيني من الناس اللي انا يعني ربطت بيه علاقه شخصيه، وراجل اكثر من رائع وناجح جدا في عمله، ولكن في الاخر انت ومعاه مجموعه كلها محترمه. انا شايف ان الموضوع وقت اكبر من حجمه، والناس يعني مكبره الدنيا شويه، ولكن هي سنه هتعدي. الراجل ان شاء الله عنده شغل كتير جدا، ولكن الموضوع بقى ان يكون في عدد تقليص انديه وانديه تنزل وانديه جمعيه عموميه تقل، انا ضد الفكره دي دلوقتي. يعني بامانه انا ضد هذه الفكره دلوقتي. ليه؟ الموضوع ده اللي احنا فيه احنا بقالنا سنوات فيه. وناس اشتركت جدا في كان انديه شعبيه او انديه جماهيريه او انديه من الصعيد او انديه من المحافظات والاقاليم، والناس دي بقى لهم خلاص سيب، بقى لهم عندهم مجموعه من اللعيبه وعندهم نشاطات وعندهم فريق يصعد فريق ينزل درجه رابعه درجه ثالثه، ولكن في الاخر لا انا مع يعني المجموعه تبقى زي ما هي، اكن المجلس بيكمل لمده سنه ثانيه، بعد السنه الثانيه ما تعدي اللي هي اللجنه اللي موجوده، بعد السنه دي هم الناس بقى جماعه عموميه تقعد مع بعضيها وتقر بقى هل في ان احنا الناس تكمل، هل تقلص عدد الانديه، هل الانديه تبقى مشاركه كذا، هل شكل الجماعه العموميه تبقى كذا. ولكن انا ضد ان الفكره انها بسرعه كده تتعمل، لا انا مش مع الموضوع ده، نصبر لما تعدي السنه دي والسنه الجايه يحلها الحلال، ولكن الناس دي ليها حق، انا وجهه نظري ليها حق وحق مشروع انها مشاركه في الجمعيه العموميه، عندهم دور موجود، درجه رابعه درجه ثالثه من الصعيد من هنا، وانا كمان كنت بقول هذا الكلام. انت نازل انتخابات ولا ايه؟ لا انا مش نازل انتخابات، انت عارف انا رئيس نادي عظيم اسمه نادي الاتحاد السكندري. لا ونادي من الانديه الشعبيه نحط تحتها 100 خط.
بالظبط يعني انا 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 رئيس نادي عظيم اسمه نادي الاتحاد السكندري. فانا مش انت عارف حضرتك ان انا راجل دغري ما بعرفش الف وادور يعني طبعا اللف ماليش في لف والدوران طبعا. لكن في الاخر انا وجهه نظري في جمعيه عموميه موجوده بقى 200 نادي 235 نادي 500,000 نادي مش ده الموضوع. الموضوع اكن الكابتن هاني ابو ريده موجود فاضل سنه نعدي السنه دي بعد كده هلاقي حلان. طيب العلاقه ما بين الانديه وما بين المجلس الحالي شايفها تكون ازاي؟ وازاي المجلس الحالي المفروض يدعو للقاء رؤساء الانديه عشان يبقى في سياسه هادئه للسنه اللي هم قاعدينها؟ بص يعني انا وجهه نظري ان يتقسم الموضوع على مراحل. بمعنى انا كرئيس لجنه يعني اخونا عمرو الجنايني يجي يجمع ال 18 نادي بتاع الدوري الممتاز في اجتماع. بعد كده تجتمع مع الانديه القسم الثاني. بعد كده تجتمع قسم القسم الثالث وتسمع اراء الناس كلها. تمام. مش عيب ان اسمع رايي، انا مش عيب ان انا اقول رايي وانا في القسم الثالث، ممكن واحد في القسم الرابع يبقى عنده افكار احسن من واحد في القسم الممتاز به ولا حاجه او ممتاز الف كمان. على فكره الناس كلها معلش الناس كلها يا ناس افاضل فيهم، في ناس منهم كويسين جدا، ولكن في الاخر لا انا وجهه نظري يتسمع الموضوع بهدوء ونسمع لبعض بهدوء. وانا مش شايف ان السرعه هتحل الموضوع ده، بالعكس هتلاقي نوع من الاحتقان وهتلاقي الناس تبقى زعلانه والناس تبقى مش راضيه. طب ليه؟ انت الموضوع بالنسبه لك سهل يعني مش موضوع بالصعب يعني. كلام محترم جدا جدا، وانا ممكن اقعد اتكلم معاك ثلاث ساعات مش هزق والله الحاج محمد بن صالحي. ان شاء الله يعني تنورنا باذن الله قريب باذن الله.